السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الأول الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في موضوعنا لهذا اليوم العددان 5 و6 من كتاب الرياضيات. راح ناخذ هذا الفيديو توضيحي للعدد 5. لحظة أعزائي التلاميذ. أهلا بكم يا أصدقاء، هل تعرفون ما هذا الرقم يا أصدقائي؟ كم عدد النمور؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة، كم عدد العصافير؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. لاحظت أعزائي التلاميذ شلون عد الأشياء أو الصور صورة صورة ومن ثم يضع الرقم العدد 5. شلون راح ينكتب العدد 5؟ لاحظوا أعزائي التلاميذ، نفس الدائرة لاحظوا 5 5 5. أريدكم تتدربون على هذا العدد في الدفتر. ننتقل إلى العدد 6. أهلا يا أصدقاء، اليوم سنتعرف على رقم 6. ستة، الرقم 6. رددوا معي يا أصدقاء، 6، الرقم 6. كم عدد النحل؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة. كم عدد الأقلام؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ستة. لاحظت أعزائي التلاميذ، شفتوا الفيديو شلون يعد الأشكال واحدة واحدة وبالتسلسل، يعني ما يصير نعد مخربط، يعني من فوق بعدين ننزل جوا بعدين نصعد فوق، لا بالتسلسل نفس الفيديو نتعلم نعد. ننتقل إلى الكتاب. أعزائي التلاميذ، أوضح لكم كتابة العدد 6 قبل ما ندخل للتمارين. لحظة أعزائي التلاميذ، شلون نكتبه؟ نبدأ من فوق وننزل جوا، نبدأ خط مستقيم من فوق وننزل تحت، خط مستقيم. كتبوا وياي أعزائي التلاميذ، عفوا كتبوا وياي أعزائي التلاميذ، أريد تدريب داخل الدفتر. 6، خطأ عدنا نمسح وبعدين نرجع نعدله. 6، العدد
ننتقل إلى التمارين. أتعلموا، لاحظوا هذا الطفل جاي يأكل وعنده مجموعة من التفاح ومجموعة من الكمثري اللي هو عرموض. راح نسوي، راح نعد إيش كم تفاحة عنده وإيش كم عرموطة عنده. أقرأوا العدد وأكتبه، راح نقرأ وبعدين نكتب العدد. أول شيء خلينا نعد، 1 2 3 4 5. إيش كم تفاحة؟ 5. وعمين نبدي ونرجع، 1 2 3 4 5 6 من فوق وننزل. هنا عندي أعد وأكتب العدد. شنو أعد؟ يعني نحسب. يلا نبدي نعد، 1 2 3 4 5. العدد 5 شو راح أكتبه؟ لاحظوا نمشي على السهم، 5 دائرة، 5 دائرة. أبدي من فوق بعدين أنزل ونصعد، نكمل الدائرة. العدد 6 شلون نكتبه؟ خط مستقيم وبعدين أنزل من فوق وبعدين أنزل هي جوا. ثانيا، ولون بما يدل على العدد مثل التمارين اللي كانت بالموضوع السابق. العدد 5 لازم كم وردة نعد ونلونها؟ 1 2 3 4 5. هذه الوردات فقط راح ألونها، 1 2 3 4 5. يصير أمشي أكمل التلوين؟ ما يصير، لأن هو منطيني العدد 5. هسه عندي العدد 6 وعندي سيارات هواية، إيش كم سيارة لازم ألون؟ 6. أحسنتم، ألون 1 2 3 4 5 6. وهاي البقات ما نلونها نهائيا لأن هو يريد 6 فقط. أتحدث كيف أعرف العدد 1 2 3 4 5 وأكتبه؟ لازم نعده وبعدين نكتب. لازم عندنا مجموعة من الأقلام هي تكون 5، نعدها ونكتب العدد 5. ننتقل أعزائي التلاميذ إلى فقرة وحلو. أكتب العدد، شنو يعني أكتب العدد؟ يعني بس أكتبه. يصير اللوني؟ لا ما يصير. يصير نخلي مربعات؟ لا ما يصير. هو دا يقول لي اكتب العدد، اكتب فقط العدد 5. نملي كل المربعات بالعدد 5، الباقي انتو تكملوا. 6، نملي كل المربعات بالعدد 6، الباقي انتو تكملوا. رابعا، ألون بما يدل على العدد. احنا مو بكيفنا نلون، نشوف ايش قد منطيني، نلون مثل ما منطيني. هنا ايش قد منطيني؟ 4. لازم ايش قد ألون؟ فقط 4. احسنتم، 1 2 3 4. امشي بالسرعه، ما يصير ألون واحده منها واحده منها، خطا. لحظه اعزائي التلاميذ، ما يصير نلون منه ومنه 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 حتى ما نخطأ. نمشي لازم بالتسلسل، يعني نلون واحدة واحدة، 1 2 بالتسلسل، 3 4. هو رايد العدد 4. هنا ايش قد نلون؟ 5. احسنتم، يلا لونوا لي 5 وردات، 1 2 3 4 5. هنا ايش كم وردة لازم؟ 6. 1 2 3 4 5 6. ننتقل إلى فقرة أفكر. أعزائي التلاميذ، أعد وأكتب العدد. راح نعد ونكتب العدد، بس راح نعدهم كلهن؟ لا ما يصير، خطأ.
شو رح نعد؟ لازم نوع نوع فاكهة. هنا أول فاكهة التفاح الأخضر. شكم تفاحة أخضر موجودة بين هاي المجموعة؟ 1، 2، 3. أكو بعد تفاحة خضراء؟ ماكو، فقط 3. نكتب العدد 3. ماشي؟ هذه العرموطة شكم واحدة موجودة؟ 1، 2، 3. 4. لاحظتوا؟ 4. نكتب العدد 4. الفراولة شكم واحدة موجودة؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6. 6 فراولة، نكتب العدد 6. هنا ما عندنا مانجا، يمكن نعدها؟ 1، 2، 3، 4، 5. نكتب العدد 5. والأناناس 1، 2 فقط، نكتب العدد 2. العدد 6 ان شاء الله. أعزائي التلاميذ، يسوون تدريب إنه تجمعون مجموعة أشياء وتخلوا لها العدد 6، أو تحوطون مجموعة من الأشياء بالعدد 6. شكرا لكم، إلى هنا ينتهي موضوعنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.